بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله أتوب إلى الله من جميع ما يكره الله قولا وفعلا وخاطرا وباطنا وظاهرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. أستغفر الله لذنوبي كلها سرها وجهرها صغيرها وكبيرها وقديمها وجديدها وأولها وآخرها وظاهرها وباطنها. وأتوب إليه. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه. وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالطه ما ليس لك فيه رضا. وأستغفرك لما وعدتك به من نفسي ثم أخلفتك فيه. وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علي وهو عندك حرام. وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية. وأنت ناظر إلي إذ ارتكبتها وأتيت بها من العصيان. فأتوب إليك يا حليم يا كريم يا رحيم. وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فتقويت بها على معصيتك. وأستغفرك من الذنوب التي لا يعرفها أحد غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا حلمك ولا ينجيني منها إلا عفوك. وأستغفرك لكل يمين سلفت مني فحنثت فيها وأنا عندك مؤاخذ بها. وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وأستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي
في آناء الليل وأطراف النهار، فتركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا، وأنا معاقب بها، وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتركتها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة بها، وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. سبحانك يا رب العالمين لك الملك ولك الحمد، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جابر كل كسير، ويا منيس كل وحيد، ويا صاحب كل غريب، ويا ميسر كل عسير، يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، وأنت على ما تشاء قدير. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصل عليه. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، اللهم صل على تربة سيدنا محمد في التراب، اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور، اللهم صل على صورة سيدنا محمد في الصور، اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الأسماء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. ويذكر عن سيدنا وهب بن منبه عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه قال: قرأت في كتب الله المنزلة أن من استغفر في رجب بالغداء والعشي يرفع يديه ويقول: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي 70 مرة لم تمس النار له جلدا.